أهلا بحضراتكم مرة تانية، ونروح لوزارة الشباب. أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن الدولة تعاملت مع كل الملفات اللي واجهتها بخصوص أزمة كورونا بحنكة شديدة جدا جدا، ومنها عودة النشاط الرياضي. قال الدكتور أشرف صبحي أن أي عمل إداري محسوب فيه القرار على عدة اتجاهات. لدينا تحدي على رؤية عودة النشاط بشكل كامل، وهناك رأي جماعي على عودة النشاط، وكلنا رفعنا مصلحة الوطن عن أي مصلحة أخرى، كما أن هناك دراسات لكل الاحتمالات التي قد تحدث في كيفية حلها. طبعا أضاف كمان الوزير أن الدولة تعاملت مع كل الملفات اللي واجهت أزمة كورونا بحنكة شديدة جدا جدا، زي ما قلنا عودة النشاط الرياضي، وأن أي قرار بيكون فيه خطوات، لو كان في قرار فيه خطورة أكيد هيتراجع تماما عن هذا القرار، لأن الأهم هو صحة الناس وأمنهم بقدر مهم جدا 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 على مستوى الأندية وعلى مستوى مسؤوليها، وسواء بالموافقة على عودة الدوري أو إلغائه، لأن الاختيارات لم تكن سهلة قدامهم، يعني الاختيارات كانت صعبة جدا قدامهم. لكن أوضح سيادة الوزير أن كل الدولة أن ظروفها تحملت مختلفة. ظروف صعبة جدا جدا، وكان كمان عودة الدوري وقرارات عودة النشاط الرياضي بشكل عام كان ليه صدى وفرحة الناس بيه، وزي ما احنا النهاردة وامبارح واول امبارح شفنا ان في اجواء ايجابية كتيرة جدا جدا، وزي ما اتكلمنا وانت كمان قلت يا سهام ان الرياضة صناعة، وانها بتشد عودة النشاطات اخرى زي كرة اليد وكرة السلة. فكان قرار صائب جدا، ولكن الدكتور اشرف صبحي بيأكد لو في اي حاجة من خلال مشوارنا هتضر، وهو الدولة هتشوف ان هتكون على حساب صحة المواطن، يبقى حساب أكيد صحة المواطن أكيد اهم. طبعا اكيد طبعا. وده اللي اكد عليه الدكتور اشرف صبحي. تمام. الخبر اللي عندنا اللي جاي هو خبر يعني عالمي يخص ميسي. الحقيقة كان اتصاب امبارح وفي رجله الشمال من كوليبالي. النهاردة جريدة مهمة جدا اسمها ماركا الإسبانية النهاردة كانت بتقول أن موقف الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة من المشاركة ضد بايرن ميونخ في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لسه ما تمش يعني حسمه. ماركا كمان قالت أنه ميسي تسبب في ذعر الجميع داخل برشلونة لما وقع عقب كورة مشتركة مع كوليبالي مدافع نابولي خلال مباراة الفريقين امبارح. فوفقا للمصادر في برشلونة فإن ميسي ما تعرضش يعني لإصابة خطيرة، وحظه طلع كويس وتلقى ضربة زي ما قلنا في قدمه اليسرى. وماركا كمان أوضحت أنه ميسي مش هيخضع لي أو هيخضع لفحوصات طبية في رجليه الشمال علشان يتأكدوا إذا كانت الإصابة خطيرة برضو من عدمه ووضعه الطبي، وإذا كان بقى يعني هيحط تلج على رجلي الشمال. لا طبيعي، هو يعني كل الناس احنا هي كتبت كده على فكرة يعني كده. هو ميسي طبعا أيقونة برشلونة، ولما بيحصل إصابة لميسي كل الناس بتخاف، لأن عامل كبير جدا جدا من فوز برشلونة بيتوقف على ميسي واشتراكه. هو عامل أساسي بالظبط. وطبعا اشتراكه امبارح مع كلوبالي وسقوطه، لا النهاردة الصحيفة أكدت أن من خلال الكشفات الطبية والكشف الطبي أن ميسي بس كدمة خفيفة وحيرجع تاني وهيشارك. طبعا عنده مباراة كبيرة جدا جدا أمام مين اللي هياخد البطولة؟ البايرن. اعتقادي التشامبيونز ليج صعب جدا، في 8 فرق على مستوى عالي جدا جدا جدا. هنشوف دلوقتي مين اللي هياخد البطولة. من وجهة نظري أنا يعني توقعاتي أنا ممكن، أنا بحب برشلونة جدا، لكن أنا شايف أن المان سيتي كمان هيحاول يعوض خسارته للكاس، ويحاول يعوض خسارته للبريمير ليج، وخاصة أنهم كمان أقصى ريال مدريد، وهذا بيديله دفعة كبيرة جدا. فأعتقد أن المباراة ممكن البطولة تروح للسيتي. أنا أتمنى برشلونة بس شكلها راح للسيتي يعني. لكن تعالوا نروح لفرنسا. كشفت كمان مجلة فرانس فوتبول النهاردة مفاجأة من العيار التقيل، تطور جديد بشأن تفكير طبعا كريستيانو رونالدو في الرحيل عن اليوفي خلال الموسم اللي جاي. المجلة فرانس فوتبول قالت ان من كام يوم كان كريستيانو من قبل الموسم كان بيحاول بقدر امكانه لينتقل لباريس سان جيرمان مع بداية العام قبل ما يروح ليوفنتوس، كل ده قبل أزمة كورونا طبعا، المفاوضات وقفت. لكن الموقع بتاع فوت ميركاتو ده الفرنساوي أكد ان رونالدو حاسس طبعا بالإحباط، وحاسس ان فشلوا في التأهل الى ربع النهائي دوري الأبطال امام ليون، كان
صادم جدا بالنسبه له، ويعني الخوض تجربه جديده. هو رونالدو ممكن جدا يخوض تجربه جديده مع نادي اخر ايضا بيشارك في التشامبيونز ليج، وهو باريس سان جيرمان. باريس سان جيرمان طبعا اشار طبعا البرتغالي خورق مينديز ده وكيل رونالدو، قال انه هيلتقي مع المدير التنفيذي او المدير الرياضي لباريس سان جيرمان اثناء طبعا اقامه مباريات دور ابطال اوروبا بمدينه لشبونة، وهيتمم الصفقه بشكل او باخر. وكلنا عارفين يا سهام ان يمكن رونالدو وانتقاله لليوفنتوس كان في احباط كبير جدا جدا، يمكن اول انتقاله كان خرج اليوفي عن طريق الاياكس برضو في دور ال16 السنه اللي فاتت، السنه دي خرج من ليون الفرنسي. فطبعا بالنسبه كمان واقاله طبعا احنا عارفين ان يوفنتوس اقال كمان لاسارتي المدرب بتاعه عقب خروجه من دور الثمانيه، وبالتالي رونالدو كمان بيفكر بشكل جدي انه يروح باريس سان جيرمان، بيدور على تحدي جديد وبيدور على مكان يحقق كمان في الشامبيونز ليج يعني. ساري مدرب اليوفي اوكيل، وبيرلو المفاجاه ان بيرلو كمان مدرب يعني، وكان في وسائل اعلام كتيره جدا جدا كتبت على بيرلو ان هو اللي هيكون المدير الفني لليوفنتوس، رغم ان بيرلو ما عندوش خبرات تدريبيه بشكل كبير جدا، لكن هنشوف بيرلو مع اليوفنتوس، هنشوف اداء بيرلو مع اليوفنتوس السنه الجايه هيكون ازاي. بس هو لما قال نحو الثالثه يا شباب احنا فهمنا انه قاعد، الخبر ده كان معانا اصلا، ما هو كان على توقع انه هياخد فهمنا انه قاعد مش ماشي. يعني الكلام النهارده جديد، فهنشوف الايام اللي جايه هيروح فين رونالدو. اكيد رونالدو بيبحث، ممكن جدا رونالدو يبحث على يعني دايما بيسموه رجل التحديات، انه تحدي كبير جدا انه ينتقل من ريال مدريد بعد الشعبيه الجارفه ينتقل الى يوفنتوس، نادي طبعا كبير لكن دوري مختلف، ودلوقتي كمان بيفكر في الدوري الانجليزي انه يخش باريس سان جيرمان. فرونالدو ممكن يعمل اي حاجه، رجل التحديات، ممكن تتوقع منه اي شيء يعني. صح. دي كان في ردود افعال كبيره داخل غرفه ملابس ريال مدريد بعد ما انتهى موسم الفريق الملكي. ريال مدريد كان ودع بطوله دوري ابطال اوروبا بعد الخساره 2-1 يوم الجمعه اللي فات امام مانشستر سيتي في اياب الدور ثمن النهائي. الغالبيه العظمى من لاعيبه ريال مدريد بيأيدوا الاستمرار في العمل مع المدرب الفرنسي زين الدين زيدان. طبيعي. زين الدين زيدان، يعني انت كان ليك تعليق على يعني اللي تعليق خاصة يمكن زين الدين الزيدان من المدربين اللي يمكن برضو على مستوى التحدي بعد الخروج لا رجع تاني وبيحقق طبعا الدوري الأسباني بشكل كبير جدا. لكن أنا يعني وقفت عند نقطتين. اللقاء اللي عمله زين الدين زيدان بعد مباراة المان سيتي وقال فيها جملتين. الجملة الأولى أنه هيز براود، يعني هو فخور بفرقته، وده شيء مهم جدا، وانه كمان على مستوى المدرب الاخر طبعا المدرب الكبير بيب جارديولا قال ان فريق المان يستحق لانه فاز في المباراتين وهو فعلا يستحق الوصول. وكمان حاجه مهمه جدا على المستوى التدريبي انه طلع كمدرب، طبعا كلنا يمكن معظمنا شاف الماتش وقد ايه فاران المدافع الفرنسي كان سبب مباشر في خروج ريال مدريد من هذه البطوله الكبيره جدا جدا جدا، لان تصريح زين الدين زيدان بيقول لا على فاران كمان انه بيرفع راسه لفوق. فاران من اللعيبه المميزه جدا، فاران الدولي ولازم يرفع راسه لفوق، وده سبورت كبير جدا 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 من مدرب كبير زي زين الدين زيدان للاعيبته. وكمان على المستوى يمكن كان في لقطه حلوه قوي، يعني اتنين مدربين كبار بعد المباراه زين الدين زيدان اللقطه اللي احنا شايفينها زين الدين زيدان وجارديولا مدربين الاتنين ممكن تقولي في تنافس كبير جدا على مين هو مدرب العام او احسن مدرب في العالم. اللقطه دي بتبين قد ايه التحضر وقد ايه ثقافه المدربين وعظمه كره القدم، وان لو اتكلمنا بنتكلم دايما على ثقافه اللعيبه وثقافه التحكيم وثقافه الجماهير، لازم نتكلم على ثقافه المدربين. ان اثنين مدربين زي دول على اعلى مستوى بعد مباراه كبيره في الشامبيونز ليج من اكبر المباريات ومن اكبر المسابقات على مستوى العالم، خروج مدرب على حساب مدرب، وهذه اللقطه بتبين قد ايه التحضر. ويا ريت يعني كل مدربينا وكل اللي بيتفرجوا على الامثله ديت يحذوهم، يعني انت
إن شاء الله بإذن الله نتمنى إن كل المدربين تكون على مستوى هذا الأداء، ما بتكلمش على الأداء الفني لكن على مستوى الأداء، إن بعد المباراة من تصريحاتك تحت احترام الخصم حتى لو كنت كسبان، زين الدين زيدان لم يتطرق لا للتحكيم، ما قالش أصل راموس كان عندي فأنا خسرت المباراة، لا هو بيحترم الراجل جدا، يقول المان سيتي يستحق، جارديولا مدرب كبير، اللعيب اللي غلط عندي ده لعيب كبير جدا لازم يرفع راسه، وانا فخور بفرقتي، فخور باللي انا وصلت له. يا ريت الثقافه دي ان شاء الله توصل كمان لمدربينا في الفتره اللي جايه سهام ان شاء الله. الدوري ابطال اوروبا امبارح يمكن انتهت مباريات دور ال 16 يوم الاربعاء ان شاء الله اللي جاي، ده في مباريات دور ربع النهائي هتكون مواجهات ساخنه، خاصة بعد ما تأهل أتلانتا الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي، وفي كمان أتلتيكو مدريد الإسباني وفي برشلونة وفي يعني في عدة الحقيقة فرق، وبايرن ميونخ طبعا الألماني، مانشستر سيتي الإنجليزي، ليون الفرنسي. تعالوا نشوف التقرير ده ونطلع فاصل، بعد الفاصل البيت الكبير. يشهد الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا مواجهات نارية بعد المفاجآت التي شهدها دور الستة عشر، وأبرزها صعود ليون الفرنسي على حساب يوفنتوس الإيطالي، وخروج ريال مدريد بطل الدوري الإسباني على يد مانشستر سيتي الإنجليزي. وستكون أولى المواجهات الكبرى بين أتلانتا الإيطالي مفاجأة النسخة الثانية من دوري الأبطال، حين يلتقي مع باريس سان جيرمان الفرنسي على ملعب النور في العاصمة البرتغالية لشبونة. وعلى ملعب خوسيه الفلادي يلتقي لايبزيغ الألماني مع أتلتيكو مدريد الإسباني، فيما يستضيف ملعب النور مواجهة النهائي المبكر بين برشلونة الإسباني وبايرن ميونخ الألماني. وتختتم منافسات دور ربع النهائي بمواجهة سهلة نسبيا لمانشستر سيتي الإنجليزي أمام ليون الفرنسي.